السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا الحلقة اللي فاتت بعد ما استعرضنا الأحداث اللي تلت غزوة أحد وضعف الهيبة العسكرية للمسلمين ما بين القبائل العربية، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إجراءات سريعة لضمان عودة هيبة المسلمين العسكرية بمنتهى السرعة، وذكرنا كمان أحداث فاجعة الرجيع وفاجعة بئر معونة. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الأحداث اللي بعد غزوة أحد، وهنتكلم مخصوص عن غزوة بني النضير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان هيبة المسلمين العسكرية ومكانتهم العسكرية كانت في مهب الريح وكانت في وضع حرج جدا، واليهود ومعروف حقدهم الشديد على المسلمين، وكانوا قبل كده ما بيصرحوش بالعداوة، لكن بعد احداث غزوة احد بدأوا يصرحوا ويظهروا قوتهم على المسلمين. كانت بداية أحداث غزوة بني النضير إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع في الدية بتاعة الاتنين من بني كلاب اللي قتلهم عمرو بن أمية الضمري عن طريق الخطأ، وكان معاهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شروط عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود إن في حالة وجود دية هيساعدوا المسلمين في جمع الدية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع وفد من أصحابه اليهود بني النضير علشان يكلمهم في موضوع الدية دي، فقالوا إيه؟ نفعل يا أبا القاسم. وبعد كده سودت لهم نفسهم، وكما هو معروف عن اليهود في تاريخهم إنهم قتلت أنبياء، نفسهم سولت لهم إنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من منكم يحمل هذه الرحى ويصعد فوق السطح ويلقيها على محمد فيقتله؟ قام واحد أشقاهم كان اسمه عمرو ابن جحاش وقال أنا. فكان في واحد حكيم وعاقل فيهم كان اسمه سلام ابن مشكم قال لهم لا تفعلوا، والله لا يخبرن وينقلبوا عليكم. فقالوا لابد، هنقتله يعني هنقتله. فلما صعد الخبيث عمرو بن جحاش فوق السطح أوحى الله سبحانه وتعالى النبي وأرسل إليه جبريل يخبره الخبر. فالنبي مرة واحدة كده وهو كان قاعد مع أصحابه مستندا إلى جدار، الجدار اللي هيصعد فوق الخبيث ده ويلقي عليه الرحى، فالنبي قام مرة واحدة وانطلق ناحية المدينة. وبعد ما انطلق ناحية المدينة أصحابه بعد شوية استغيبوه فراحوا رايحين وراه، فقالوا رسول الله فعلت ما فعلت، فقص عليهم الخبر. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لليهود محمد ابن مسلمة قال لهم لا تساكنوني في المدينة أبدا، اخرجوا من المدينة. فهم قرروا ان هم يخرجوا لانهم كانوا خلاص خايفين وعارفين ان كده كده النبي صلى الله عليه وسلم هيحاربهم وممكن يقتلهم ويخرجوا غصب عنهم، فقرروا هم يخرجوا. لكن جالهم الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول وقال لهم ما تخرجوش ابدا، انا معايا 2000 من المحاربين في خدمتكم، ولو عايزين ندخل معاكم في الحصار ندخل، وكمان عندكم يهود بني قريظة يدافعوا عنكم، وفي قبائل غطفان هتخش معانا في الدفاع عنكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ده وعد رئيس المنافقين لليهود. فاليهود لما سمعوا الكلام ده بدأت عزيمتهم وقوتهم ترجع لهم تاني بالباطل، فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لا نخرج من بيوتنا أبدا ولا نخرج من أموالنا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحربهم وعقد اللواء بيد علي بن أبي طالب وأمر على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير وبدأ يحاصرهم. الخبثاء دول كان عندهم قوة عسكرية وعتاد ومؤن شديد، فالتجأ الخبثاء دول للحصن بتاعهم وبدأوا بعد كده يلقوا النبال والسهام والحجارة على المسلمين. وكان ساعتهم في كده إن النخل بتاعهم كان طويل، فكانوا بيطلعوا فوق النخيل دول ويقذفوا على المسلمين الحجارة والسهام والنبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره بحرق هذه النخيل. وهنا نزلت الآية الكريمة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فيهوش أي مخالفة شرعية صلى الله عليه وسلم. وكما هو متوقع عبد الله بن أبي بن سلول تخلى عنهم، ويهود بني قريظة ما دافعوش عنهم وغطفان ما ساعدتهمش بالمرة، فقذف الله الرعب في قلوبهم فقرروا الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الحصار كان ما بين 6 ليالي وفي بعض الروايات 15 ليلة، فنزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء عن المدينة وما ياخدوش معهم أي سلاح
وياخدوا بس من أموالهم وعتادهم اللي تقدر تشيلوا الإبل. فكانوا من خبثهم، واليهود معروفين طبعا، كانوا بيخلعوا الأبواب والشبابيك بتاعت بيوتهم ويحملوها على الجمال، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأكثرهم بما فيهم حيي بن أخطم وسلام ابن أبي العقيق خرجوا إلى خيبر، يهود خيبر، وفي جزء منهم انطلق إلى الشام، وأسلم منهم 2 فقط، يميل بن عمرو وأبو سلام ابن وهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم أموالهم. كانت غنيمة المسلمين من بني النضير غنيمة عظيمة جدا، لكن كان الله سبحانه وتعالى قد أفاء بها على نبيه، فما خمسهاش النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في الغزوات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل الفيء وكل الغنائم بتاعت المعركة دي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جزء كبير منها لفقراء المهاجرين، وأعطى أبو دجانة من الأنصار لأنه كان شديد الفقر. وفي غزوة بني النضير دي نزلت سورة الحشر، الله سبحانه وتعالى بيّن فيها كثير من الأحكام، منها طرد اليهود وفضح المنافقين، وبيّن الحكم في جواز الحرق والقطع في أرض العدو، وأن هذا ليس من الإفساد في الأرض. عبد الله بن عباس كان بيقول سورة الحشر سورة بني النضير. وبعد أحداث غزوة بني النضير وجلائهم عن المدينة، كانت رجعت الهيبة العسكرية والقوة العسكرية للمسلمين بين كل القبائل العربية اللي كانت متربصة بيهم. في شهر شعبان سنة 4 هجرية كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مكان غزوة بدر. طب ده ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على وعد مع أبو سفيان إن هم هيلاقوا المسلمين تاني سنة في موقعة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه وأمر على المدينة عبد الله ابن رواحة. وخرج أبو سفيان من مكة متثاقل، يعني زي ما يكون مش عايز يحارب، وخرج معه 2000 من الفرسان، وكان متثاقل خطى جدا، وكان حتى الجيش اللي معاه كان باين جدا إن هم مش عايزين يدخلوا في قتال. ولما وصلوا لمنطقة مر الزهران أبو سفيان ما كانش عايز يحارب، فبدأ يحتال بحيلة علشان يرجع، فخطب بيهم وقال لهم إيه؟ يا أهل مكة، أنتوا عايزين عام يكون في خصب وترعى فيه الماشية وتشربوا فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، فارجعوا فإني راجع. فكل الجيش اللي معاه ما صدق الخبر ورجعوا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي كانوا معاه فاستقروا وانتظروا في بدر لمدة 8 أيام. ولما منطقة بدر زي ما قلنا قبل كده منطقة استقبال القوافل أو منطقة الصراحات، فباعوا البضاعة اللي كانت معاهم وربحوا، ربحوا الدرهم بدرهمين، فكانت مكاسبهم المادية ومكاسبهم المعنوية كبيرة جدا، ان كل العرب اللي حواليهم عرفوا ان المسلمين خرجوا وانتظروا قريش لمده 8 ايام، وقريش هم اللي جابوا وخافوا انهم يجوا يقتلوهم. المعركه دي في التاريخ بتعرف باسم بدر الاخرى او بدر الموعد او بدر الثانيه. وبعد احداث غزوه بدر الاخرى او بدر الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينه لمده 6 شهور. وبعد كده وصلته أخبار إن في قبائل في شمال الجزيرة العربية في منطقة دومة الجندل على حدود الجزيرة العربية من ناحية الشام بتغير على القوافل اللي بتمر من هناك، وكمان بيجهزوا العدة والجيوش لغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1000 من أصحابه واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ناحية شمال الجزيرة العربية ناحية الشام، وخد معاه دليل من منطقة عذرة يقال له مذكور، كان اسمه مذكور، الدليل اللي هو بيدل الناس اللي ماشية في الصحراء، لأن في ناس كانت شغلتها الأصلية إن هم يشتغلوا أدلة في الصحراء، عارفين الطرق وعارفين الوديان وعارفين الماء موجود فين والظل موجود فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد مذكور ده وانطلق مع جيش المسلمين اللي كان من 1000 من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستقر بالنهار ويمشي بالليل علشان يفاجئ القبائل دي. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاجئهم وشتت شملهم وخد غنائم منهم وأسر اللي أسر، وبعد كده استقر في منطقة دومة الجندل. كل القبائل اللي كانت موجودة هناك فرت من أبام النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة دي، وأخذ يبعت في السرايا يمين وشمال لحد ما كل الناس الموجودين في المنطقة سمعوا بوجود المسلمين ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة. ودي كانت برضه مرحلة مهمة جدا وخطوة مهمة جدا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت هيبة المسلمين في قلوب كل القبائل العربية المحيطة بهم. وبكده النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسكت المنافقين بالكامل وأجلى يهود من المدينة، وكل القبائل العربية المتربصة المحيطة بالمسلمين عرفوا المسلمين أصبحوا قوة عسكرية لا يستهان بها، فاستقر أمر المسلمين نسبيا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يركز في دعوة القبائل المحيطة به.
بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأحداث المهمة اللي حصلت للمسلمين بعد غزوة أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.